برنامجكم المفضل كيان ميديا، برنامج الراعي الأول لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط تحت رعاية المهندس حسين سليمان. النهاردة بنكون معاكم لاكتشاف المزيد من المواهب، فرصتك ان انت تكون موجود معانا، فرصتك ان انت لو عندك موهبة وحاسس ان انت فعلا محتاج ان حد يكتشف الموهبة دي، انت مكانك هنا معانا في كيان ميديا. معانا النهاردة، اهلا وسهلا، منوراني، اهلا البونبوناية بحضرتك. بتاعت الحلقة اللي فاتت بناء على طلبكم جبناها لكم النهاردة تاني. زي كندا الحمد لله عاملة ايه؟ كويس، منوراني يا حبيبة قلبي. بنورك. وزي ما عودناكم طبعا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا معانا في البرنامج، التقييم الاول، حبيبتي فنانة نور حبيبة قلبي، منورة الدنيا كلها. حبيبتي ميرسي ليكي. تسلمي يا حبيبة قلبي، منوراني النهاردة وهتكون معانا النهاردة في التقييم، موجودة دايما معانا، هي داعمة برضو المواهب في الأول وفي الآخر، هي داعمة المواهب، منوراني دايما ومشرفاني، وبتشرف جدا هي تكون موجودة معانا النهاردة في البرنامج. ندى، إن شاء الله. أول حاجة عملتي إيه؟ النتيجة ظهرت، طمنينا عليكي الأول، عملتي إيه؟ الحمد لله نجحت. الحمد لله يا حبيبة قلبي، ألف مبروك. الله يبارك في قولي لي حضرتك. يا بقى ندى، النهاردة مجهزة لنا إيه وهتكلمينا عن إيه وهتغني لنا إيه النهاردة، بما ان انت المره اللي فاتت خطفت كل الانظار والناس كلها كانت معجبه جدا بادائك المره اللي فاتت، التون بتاعتك كانت ممتازه جدا، فالنهارده بقى مجهزه لنا ايه؟ حاجة لشيرين طب يلا وحاجات لشيرين بتحبي شيرين؟ بحبها جدا. طب يلا مجهزه لنا ايه النهارده ليها؟ هغني لك اغنية، اول اغنية هغنيها اللي هي اغنية على بالي. تمام، طب يلا نجيب نسيتي المايك. المايك المايك معاكي. حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش اللي في نفسي، معرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عيني، ما بقتش عارف اقوله ايه، معرفش ليه خبيت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، الكلام لو كان يعبر عالحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، الكلام لو كان يعبر عالحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي، ولا انت انشغالي بكل كلمة قلتها لي على بالي، ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، ما كانش غالي بكل كلمة قلتها لي. متمكنة ما شاء الله عليكي يا حبيبة قلبي، ايه رأيك يا فنانة؟ هي صوتها جميل، ولو اشتغلت اكتر وتدريب بالطبقة والنفس دايما، الاول خدي شهيق كده ماشي علشان طبقة الصوت تكون احسن، ولو كنت شربتي حاجة كده لا بس ما شاء الله يعني جميل جدا، والمقامات برضو لو اشتغلتي أكتر على نفسك طبعا مع التدريب هتبقي أحسن وأحسن إن شاء الله. قولي لي بقى يا ندى، مين كان الدعم الأول ليكي؟ بابا. يعني أول مثلا ما حسيتي إمتى إن أنت مثلا بتعرفي تغني أو إن صوتك كويس؟ هو أول حاجة أنا عامة بحب الغنى جدا، أنا بقالي 6 سنين بغني من وأنا في سنة رابعة، فتقريبا انا كل حياتي غنى، يعني كل حاجه بعملها فيها غنى، فاللي اكتشفتني هي الميس بتاعتي بتاع المدرسه. كنت قاعده في الفصل مره، ف
فهي سمعتني بغني فقالت لي تعالي غني، غنيت للفصل قدامها فاخدتني معاها، بقيت بطلع معاها حفلات واحده ورا واحده، بقيت بتعرف بقى على ناس. بعدها سبتها واتجهت لهنا. يعني المدرسه بتاعتك هي كانت اول واحده اكتشفت صوتك ده وانت بتغني في الفصل؟ اه، وانا اصلا كنت بغني عندنا في المحافظه بتاعتنا، كانت اول اغنيه انشدتها كانت المس كفاح، كنت مشهوره بقى جدا. بس فلما جيت هنا هي سمعتني، هي قالت لي انا عايزه اسمعك، فسمعت لها المس كفاح، عشان كده هي اخذتني معاها. طب كنت بقى بتدندني في البيت كده زي ما يعني؟ انا كل حاجه بعملها في البيت بدندن فيها. اه، قالوا لك بقى مثلا صوتك كويس او صوتك حلو، او نبدا مثلا نشوف بقى اتجاه مثلا نمشي فيه، نشوف حد مثلا يكتشفك، نبدا بقى ننمي الموهبه دي، ولا ما كانوش اصلا في الاهتمام؟ لا، هم كانوا بيهتموا بيا لان هم شايفين الموهبه دي مش عايزين يضيعوها، فهي كان حلوه يعني. قولي بقى، كان في موقف مثلا ليكي مع صديقه، جاره؟ عمري ما انسى احلى حاجه حصلت لي بجد، بتشجعني جدا وبحبها جدا يعني، مش مفيش حاجه هي مش بتشجعني فيها. دي المس ولا دي ام رماس؟ ام رماس دي جارتك ولا جارتي؟ تمام. بتشجعك ازاي بقى؟ يعني لو في حاجه مثلا اهلي مش موافقين عليها، اغنيه او انا اطلع حفله، هي بتشجعني عشان هي شايفه ان صوتي حلو، فهي بتشجعني. تقول لك لا لازم تطلعي ولازم تروحي طيب بتتدخل بقى مع الاسره يعني، مثلا تقول لهم لا سيبوها مثلا تروح او كده؟ لا، احنا البرنامج النهارده احنا بنحيي مرمات يا جماعه، وبنقول لها شكرا ليك ان انت مسانده ليها. طيب قولي لي بقى، مجهزه لنا ايه تاني لشيرين برضو؟ اغني لك حاجه تانية عادي بس بعدها لشيرين. طيب تمام ماشي. انا اللي حظي قليل ومليش في الحب نايم، يا قلبي امتى تميل وينوبك منه جانب. انا اللي حظي قليل ومليش في الحب جانب، يا قلبي امتى تميل وينوبك منه جانب. الحب لف ودار على القلوب بتدور، وانا اللي عايشه في نار ما جاش عليا الدور. يا قلبي امتى تدوق طعم الغرام الشوق، بحلم يا قلبي تفوق من الوحدة والحرمان. الله الله، جميلة قوي. تحس ان التون الغليظة سنة كده جميلة عليها قوي. ايوه، حلوة قوي الأغنية دي. إيه رأيك التون بتاعتها حلوة قوي؟ لا ما شاء الله أحسن. بصي أنت أحسن من الأول. أه، الأداء التون الغليظة حتة صغيرة دي. أحس إن أنا في الشعبي أحلى. أه. طب مجهزة حاجة تانية شعبي؟ أه. طب قولي كده. ماشي. موعودة بحبك موعودة، برموشك وعينيك السودة، والله أنا خايفة تشمت فيا، والله أنا خايفة تشمت فيا. كل بنات الحتة يا سونا يا سونا يا سونا، كل الحب اللي تمنيته ويانيك الحلوة لقيته، والقلب اللي يحود ارتاح لك وشوشني ولا انا حبيته. ومن يومها يا عيني بيصغر والاشواق حواليا بتكتر، ومن يومها يا عيني بيصغر والاشواق حواليا بتكتر. والله انا خايفه تشمت فيا، والله انا خايفه تشمت فيا. كل بنات الحته يا سونا يا سونا يا سونا. الله. قولي لي، انا اشتركت قبل كده في حفلات كتير. حفلات فين بقى؟ كنت بشترك مع الميس بتاعتي، كانت بتوديني حفلات يعني مثلا لاي احتفالات، زي مثلا 6 اكتوبر، مولد النبي،
كده. كان في فيها احتفاليات كبيره يعني خارج نطاق المدرسه مثلا او خارج النطاق بتاع هي عامه ما كانتش في المدرسه يعني، كانت بره اصلا يعني بره المدرسه. بس طيب كنت بتلاقي بقى دعم من الناس، حاسه ان صوتك فعلا كان بيعجبهم، كنت بتبقى مبسوطه بادائك ساعتها؟ احكي لي بقى، مفيش اي موقف حصل معاكي في الحفلات دي؟ هو انا كنت بغني مره فالحفله كانت ساكته، لما انا غنيت حسيت ان انا فرحت ولقيت الناس كلها بتسقف، لقيتي في استجابه. فانا فرحت قوي يعني، بسم الله ما شاء الله يعني، كانوا بيسقفوا يعني بطريقه حلوه وانا فرحت، وكمان انا بغني وبضحك وفرحانه، وكمان لان هم بيدعموني وحبوا صوتي، دي حاجه خلتني بقى مبسوطه جدا. طب انت مثلا نفسك في ايه انا يعني موهبتك دي مثلا نفسك توصلي فيها لايه، او بتحلمي مثلا تحققيها ازاي؟ نفسي اللي انا احققها واكون مشهوره بس ما تكبرش على حد. دي احلى حاجه، ما تكبرش على حد، واكون يعني الناس كلها تحبني واكون مشهوره جدا ويبقى ليا جمهور كبير طبعا. حلو قوي. بس احلى جدا. حاجه اللي انا ما تكبرش على حد. اسالك سؤال، انت صوتك ما شاء الله جميل جدا وعندك حضور حلو، كمان لو تعاونتي مع ملحن في تدريب على المقامات وطبقه الصوت هتبقى طبقه صوتك اقوى لما يدربك في حاجات كده. الملحن بتبقى احلى واحلى يعني، بتشتغل على نفسك احسن، بتتدربي مع ملحن يدربك ويعرفك المقامات علشان صح؟ درستي مقامات؟ كنت لما كنت بروح الكورال كان على طول قبل اي حفله او قبل اي حاجه، اليوم الاخير اللي هو البروفا جنرال كان بيدينا المقامات على طول علشان يبقى نفسنا حلو. بس تمارين على طبقه الصوت عشان كنت بتدرب يعني. يعني مثلا في الحفله كنا بناخد شهر تدريب. جميل. كنا من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 12 كل يوم. انت جميله. الله يخليك. طيب مجهزه لنا ايه كمان يا ايه تاني؟ لشيرين كتير بنعشق. النهارده يمشي ليه؟ بحبها ما اقدرش استغنى عنها. مفيش حد فينا ما بيحبش شيرين طبعا، ما شاء الله زي ما انت بتقولي كده شيرين فنانه متواضعه جدا جدا، بالرغم من العالم العربي كله بيحبها، بس لما كبرت نفسي اللي انا اطلع زيها، ما شفناش ليها حاجه ان هي تكبرت على حد او ان هي اذت حد من المعجبين او ان هي حصل ليها اي تاتش صغير يبين، بالعكس كانت تحس ان شيرين دي موجوده معانا يعني، حتى في اغانيها او في حضورها او في اي برنامج بتطلع فيه تحس ان هي كانها موجوده معانا، فيا رب نشوفك زيها ان شاء الله. يلا اتفضلي. كتير بنعشق ولا بنطول، وكتير بنعشق ولا بنقول، ومفيش حكاية بتستمر زي ما بدأت لي على طول. كتير بنعشق ولا بنطول، وكتير بنعشق ولا بنقول، ومفيش حكاية بتستمر زي ما بدأت لي على طول. في عشق بيستنانا وعشق بنستنى، وعشق بينسينا العشق اللي عشقناه. في عشق بيستنانا وعشق بنستنى، وعشق بينسينا العشق اللي عشقناه. كتير بنعشق ولا بنطول، وكتير بنعشق ولا بنقول، ومفيش حكاية بتستمر زي ما بدأت لي على طول. كتير بنعشق ولا بنطول، وكتير بنعشق ولا بنقول، ومفيش حكاية بتستمر زي ما بدأت لي على طول.
ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليكي. انا ده صوتك جميل جدا جدا جدا، وفي مقاطع معينه بتظهر كمان الطبقه بتاعه الصوت كويسه جدا فعلا. تحس ان هي متحسنه كتير عن الحلقه اللي فاتت كمان. بسم الله ما شاء الله. وفي مقاطع معينه بتظهر طبقه صوتها وحلاوته طبعا. وبرده زي ما قلت لك انت لو اشتغلتي اكتر مع يعني مع ملحن تعاون معاكي في تدريب طبقات الصوت، في تون بيبقى في طبقة بتبقى عالية مع المقامات برضو بتبقى أحسن. قولي لي أنا ده إيه أول حاجة نفسك تحققيها لو حصل إن شاء الله يا رب وانتشرتي؟ أول حاجة نفسي أحققها هو أولا يكون معايا فلوس كتير عشان عايزة أبني جامعة ما شاء الله. وإيه تاني؟ هو يعني مثلا اجهز عرايس يتامى وايه تاني بس مش عارفه. يعني انت كل تفكيرك ان انت لما ربنا يكرمك ان شاء الله. انا عايزه كل يحبني، وكمان اللي انا ربنا يكون راضي عني وامي وابويا طبعا. طب قولي لي بقى ماما ايه دورها في الموضوع؟ داعمه ليكي برضو كده زي بابا؟ ماما بتدعم، بس هي دعمها الكبير ليا في الدراسه. بس هي بتدعم، هي بتحب صوتي، هي بتدعمني. لو ما كانتش شافت الا صوتي حلو ما كانتش دعمتني يعني عامه. بس بابا هو الساند الدعم الاول. الكبير. هو ده الدعم الاساسي بتاعنا. طب قولي لي بقى الحفلات والحاجات دي ما بتاثرش على المذاكره؟ ساعات بتكون في حاجات اجازه يعني في اوقات اجازه ليا يعني مش في الدراسه، وساعات برضو بتكون في دراسه، بس يعني اوقات دروسي ما بتكونش في الصبح، فاللي انا مثلا بروح التدريب باجي من التدريب على الدروس على طول. ولو مثلا في مثلا دروس الصبح مش بروح، لان انا بروحها على طول، بروحها طول الشهر، فما جاتش على يوم اللي انا مش هروح فيه. يعني انت بتحاولي ان انت تعملي توازن ما بين الموضوع ده وما بين ان انت برضو تفضلي مستمره برضو كل حاجه حقها. طيب وده ما بيأثرش عليكي خالص؟ ما بيجيش مثلا عليكي وقت تحسي ان التوازن اختل او ان في حاجه فيهم محتاجه ان هي تكون اكتر؟ يعني مثلا خلاص وقت الامتحانات مثلا المذاكره هي الاساسي بقى، خلاص انا محتاجه الوقت ان انا اركز مثلا في المذاكره، بيجي عليكي اوقات مثلا في حفلات او حاجه تقولي لا خلاص انا وقت الحفله مثلا وممكن اعوض بعد كده؟ بيجي عليا مثلا يعني في بعد الامتحانات دي قبل النتيجه، كان يعني حاليا بيتدربوا على حفله كان نفسي ان انا اروحها، بس ما رضيتش ان انا اروحها علشان اشوف النتيجه الاول، وبعديها قلت انا خلاص مش هروح، انا كده كده هطلع على التلفزيون. الحفله دي ما روحتيش الحفله دي خالص؟ لا بس عادي يعني ممكن. طب هي كانت فرصه تانية. يعني كانت فرصه مميزه قوي ولا عادي ممكن تتعوض؟ عادي ممكن تتعوض، لان في حفلات تانية برضو، وبعدين هم مش يعني بيختاروا الاصوات اللي تغني سولو في الحفله، فانا لو كنت روحت عادي كانوا هيختاروني مثلا سولو، بس انا ما اعرفش هم كانوا هيغنوا ايه. طيب انت عارفه ان احنا النهارده انت بتقولي ان انت كنت انشهرت الاول بانشوده، طب حافظاها ولا نسيتها؟ بقالي كتير مش بقولها. طب انت اصلا الانشودات معاكي ايه؟ انا صوتي حلو في الاناشيد، بس الاكتر الاغاني الرومانسيه والحزينه. طب ما حاولتيش مثلا ان انت تطوري من نفسك بقى في حته الانشوده دي؟ مش عارفة، بس أنا اتشهرت بقى أول أغنية ليا في البلد معروفة لحد دلوقتي في بلدنا اللي هي أغنية المس كفاح. طيب مجهزة لنا أي أنشودة تانية دلوقتي؟ أكيد طبعا. طب يلا ماشي. هقول أغنية أنشودة للحج. طيب لسنة وحضرتك طيبة بقى. حضرتك طيبة يا قلبي. رايحة فين يا حاجة يا ام القطيفة؟ رايحة ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. رايحة فين يا حاجة يا ام القطيفة؟ رايحة ازور النبي محمد والكعبة الشريفة. رايحة فين يا حاجة يا ام شلموني؟ رايحة ازور النبي محمد واملى عيوني. رايحة فين يا حاجة يا ام شلموني؟ رايحة ازور النبي محمد واملى عيوني.
رايحه فين يا حاجه يا ام شلقطيفه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. رايحه فين يا حاجه يا ام شلقطيفه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. فاطمه يا فاطمه يا بنتي نبينا، افتحي لنا الباب يا فاطمه ده بكي دعينا. فاطمه يا فاطمه يا بنتي نبينا، افتحي لنا الباب يا فاطمه ده بكي دعينا. ورايحه فين يا حاجه يا ام شلقطيفه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. رايحه فين يا حاجه يا ام شلسماوي؟ رايحه ازور النبي محمد وارجع عالجناوي. رايحه فين يا حاجه يا ام شلسماوي؟ رايحه ازور النبي محمد وارجع عالجناوي. رايحه فين يا حاجه يا ام شلقطيفه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. رايحه فين يا حاجه يا ام شلقطيفه؟ رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. حلو قوي على فكره، انت في الانشوده ممتازه جدا 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 عن الاغاني كمان. بمناسبه ان احنا في العشر الاوائل، طبعا الانشوده ممتازه جدا جدا جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وبالمناسبه عايزه اقول الناس اللي بتيجي في الايام دي وتقول لك دول استشيخوا دول مش عارف ايه، يا جماعه عادي استشيخوا عادي جدا، ما تخلوش علاقتكم بربنا اي حد يطورها يوترها. خلي دايما العلاقه ما بينك وما بين ربنا ما فيش اي حد يتدخل فيها. عادي، ايه المشكله ما نستشيخ؟ يعني ما نستشيخ عادي، ايه المشكله ما نقرب لربنا في ايام زي دي الدعاء فيها مستجاب وايام كلها خير وايام كلها بركه؟ يا جماعه استشيخوا عادي وقربوا من ربنا في الوقت اللي انتوا تحبوه وفي الوقت اللي ربنا يقبلكوا فيه. خلي دايما العلاقه ما بينك وما بين ربنا ما فيش اي مخلوق ان هو يقدر يوترها ابدا او يهز ثقتك بعلاقتك بربنا خالص. خلي دايما عندك ثقه وعندك ايمان ان ربنا دايما ابوابه مفتوحه وان دايما المغفره موجوده وربنا دايما بابه مفتوح. لما تحس ان انت عايز تروح لربنا بيقفلش في وشك الباب ابدا، ما بيقولكش انت جاي الوقت تستشيخ، لا، الباب دايما بتاع ربنا مفتوح. استشيخوا في الوقت اللي انتوا تحبوه وصلوا في الوقت اللي انتوا، حاولوا دايما تقربوا من ربنا يعني ما تخليش حد يهز ثقتك ولا يوترك ولا يقولك لا انت جاي في الايام دي تصلي، انت جاي في الايام دي تصوم، انت جاي. عادي يا جماعه، صلوا وصوموا واستشيخوا عادي جدا وقربوا من ربنا وخلوا علاقتكم دايما بربنا قويه. وربنا يتقبل منا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. تقييمك بعد جميل جدا. لا بسم الله ما شاء الله، عجبني الانشاد، عجبني طبقة الصوت جميلة جدا، شدتني. في الإنشاد جميلة جدا حتى أكتر من الأغاني. روحك حلوة، طبقة الصوت أحلى، التون طلع ونازلة جميلة جدا. المقامات عندها زهرة جدا في الأنشودة. قول مقامات زهرة جدا. أحسن. لا ما شاء الله. شكرا. كل مرة أحلى من الأول. نورتوني النهاردة وشرفتيني يا ندى، وبتمنى لك دايما يا رب أن ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتوصلي اللي أنت بتتمنيه يا رب. ودايما حاولي أن أنت تشتغل على نفسك، ودايما حلمك حاولي أن تحققيه. لو بعد سنة، لو بعد اتنين، لو بعد عشرة، امسكي في الحلم بتاعك لحد ما في يوم من الأيام هتحققيه. اوعي تيأسي ابدا او تقولي لا انا بقالي مثلا وقت كبير ومفيش بسعى مثلا ومفيش اي نتيجه، لا بالعكس، افضلي ورا حلمك لحد ما في يوم من الايام ان شاء الله هتحققيه. عافر توصل، يعني عندك حلم اوعي تيأسي. معافر. يا معافر. شيرين بالتوفيق. وش نورتيني. انا كنت عايزه بس ادي اغنيه لحضرتك والفنانه نور واستاذ حسين طبعا،
ينفع؟ يلا في عجالة كده بسيطة. شكرا للي مشرفنا والعمر في يوم ما خذلنا واللي تملي في أفرحنا وقبلنا أحزاننا والناس شايلة همومنا واللي قبلتنا بعيوبنا واللي جابرين خاطرنا بجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا ليك يا ندى، شكرا يا حبيبة قلبي على تواجدك معايا النهارده. بشكر حضرتك يا فنانة منورة دايما، ويا رب دايما مع بعض. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج كيان ميديا، الدعم الأول للمواهب، مع الإعلامية عبير خليفة والمهندس حسين سليمان. أشوفكم على خير.